مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج بالخط العريض. هذه المرة تفصلنا بضع كيلومترات من الحبيبة سوريا. إنها دمعتان، دمعة الحزن لأني سورية الأصل، ودمعة الفرح لأني أرى النصر قادم لسوريا والعراق. الموصل بعد عامين ونصف من المعاناة والاستبداد تحت راية تنظيم إرهابي يدعي أنه بالدولة الإسلامية. أرض نينوى التي امتلأت حزناً وعذاباً تحت بطش هذا التنظيم الإرهابي الأرعن. معركة الموصل تمضي قدماً نحو الحسم لاسترجاع جزء من قلب العراق العظيم. إذن من هذا الشريط الحدودي الممتد مع سوريا أسلط الضوء اليوم على أشاوس الحشد الشعبي العراقي الذين أعلنوا انخراطهم لخوض معركة الموصل. بعيداً عن كل ما يعرف أو ما يسمى بطائفة معينة، قرر رجال العراق مساندة أشقائهم ورفاقهم في الجيش العراقي للدفاع عن إخوانهم في أرض الموصل. تشكيلات الحشد الشعبي والتي جمعت شهامة وغيرة شباب العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وبكل أطيافه ومذاهبه ودياناته اجتمعوا تحت كلمة واحدة وهي العراق. من أبرز القياديين للحشد الشعبي هادي العامري، ذلك رجل الذي شكل علامات استفهام كثيرة بين مؤيد ومعارض لوجود الحشد الشعبي ضمن منظومة الدفاع الوطني في العراق. وحدهم المدنيون من يدفعون الثمن الأكبر جيلاً بعد جيل، يتفتح وعيهم على انتماءات وتحالفات يخشى أنها لن تزيد سوى صب الزيت على الخلافات التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال. مشاهدينا، أدعوكم اليوم في برنامج بالخط العريض، وضيفي سيكون كما ذكرت أبرز القياديين في الحشد الشعبي، السيد هادي العامري سيكون ضيفي بعد قليل، تابعونا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج بالخط العريض. كما ذكرت قبل قليل أنه سيكون ضيفي أحد أبرز القياديين في الحشد الشعبي السيد هادي العامري. مرحبا بك سيادة هادي العامري، وبعيدا عن الرسميات، يعني عادة أنا بسمع الناس بلك الحجي أو سيدنا أو هادي العامري، فما بعرف كيف الصفة اللي بتحب ناديك فيها. هو هادي العامري كافي أكيد. أهلا وسهلا بكم، أهلا بحضرتك، شكرا كثير، والحمد لله على السلامة، وخصوصا هذا الطريق المزعج اللي اجيته به من الموصل إلى هنا. شكرا كثير. سيادة السيد هادي العامري، الاسم هادي العامري كثير متداول في الشارع العربي والشارع العراقي، وكثير له تحفظات وإشارات استفهامات كثيرة لدى العديد من المحطات وشاشات التلفزة حول الحشد الشعبي، وأنت أحد أبرز القياديين بالحشد الشعبي. الحقيقة أنا ضعت من بين كثير أشياء قريتها عنك أو شفتها،
او حتى يعني انا الحقيقه شاهدت باثناء زياراتي الكثيره للموصل. ف ساترك لك الاجابه حول هذا الموضوع. طبعا دائما هناك محطات ايجابيه ومحطات سلبيه، مؤيد ومعارض، المؤيدين ومعارضين الى الحج الشعبي. فهل انه هؤلاء اللي تتحدثين عن المؤيدين الحج الشعبي والمعارضين للحج الشعبي؟ نعم بالتأكيد، يعني الحج الشعبي تشكل نتيجة فتوى المرجعية، نعم، ودعوة الشباب العراقي على حمل اللي يسمونه الجهاد الكفائي، على حمل السلاح والدفاع عن العراق وعن الشعب وعن المقدسات، بعد أن احتلت داعش ومحافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين تقريبا بالكامل، وجزء الأكبر من محافظة نينوى، وجزء كبير من محافظة الرمادي، وجزء كبير من محافظة ديالى، وأصبحت على أبواب بغداد. لذلك كانت الفتوى، ولبى الشعب العراقي شباب العراقي فتوى المرجعية وتوجهوا إلى ساحات القتال. وهنا استطعنا من تشكيل أول مرة سرايا ثم أفواج ثم ألوية، بالتدريج استوعبنا هذه الحشود الكبيرة من المتطوعين، ثم وقفنا بوجه داعش. هذا الذي قمنا به، قمنا لم نقوم باعتداء على بلد آخر، ولم نقوم باعتداء على داخل العراق على منطقة أو محافظة أو غزونا محافظة من المحافظات، وإنما قمنا بالدفاع عن شعبنا، عن أهلنا، عن مقدساتنا أمام عصابات إرهابية اللي سميت بالإرهاب الداعشي. فالذي قمنا به هذا. أنا أتعجب لماذا هؤلاء منزعجين من الحج الشعبي. نعم أنا ذكرت لك قبل شوي، أنا المفروض هؤلاء أنه الحج الشعبي، هؤلاء الشباب اللي إجوا لحد الآن قسم راتب بعدهم أو رواتبهم أقل. اليوم مكافحة الإرهاب الجندي ما تأخذ في حدود المليونين، بالشرطة والجيش يأخذ له مليون وربع، الحج الشعبي يأخذ له 500 ومرات ما تحصل، وقسم منهم بدون راتب. هؤلاء تطوعوا في نتيجة عقائدية، إيمانهم بالمرجعية الدينية، لبوا نداء المرجعية الدينية جاءوا، لم يذهبوا إلى بلد آخر ويحتلوه حتى يقولون هذول محتلين، لم يذهبوا إلى محافظة أخرى، جاءوا إلى هذه المحافظات التي احتلها داعش ودافعوا عنها، قدموا الدماء والجرحى والمعوقين، خيرة الشباب الآن يقدمهم في هذا الطريق دفاعا عن هذه المناطق، تحريرا لهذه المناطق من شر داعش. أنا أعتقد المنزعجين من الحج الشعبي هم سياسي داعش أو المتعاطفين مع داعش، نعم، أو اللي مشروعهم داعش، مشروعهم داعش، منزعجين من الحج الشعبي. نعم، لأن الحج الشعبي أفشل مشروعهم، مشروع داعش الذي أريد منه السيطرة على مقدرات العراق بالكامل، ولذلك منزعجين من الحج الشعبي لأنه أفشل مشروع داعش ومن يقف وراء داعش. وإلا ماكو مبرر واحد ينزعج من داعش. هؤلاء الآن جاءوا إلى الآن إلى الموصل يقاتلون في هذه الظروف الصعبة. أنت كنت تتحدثين قبل اللقاء، نعم، عن الطريق اللي أذيتي به. نعم، إحنا يوميا عشرات المرات نروح بهذا الطريق. نعم، وهذا الطريق اللي أجيتي به بكل صراحة هذا نعتبره من الطرق المفضلة عندنا، أفضل طريق. مرون مرات في طرق ترابية يعني بكل صراحة مرات 80، وإحنا مرات بسيارات، ونمر والمقاتل قاعد بالتراب، صار قطعة من التراب يتحمل هذه الظروف الصعبة، جو عار تراب، من أجل شنو؟ من أجل فلوس؟ من أجل الدفاع، تلبية الوطن، نداء الوطن، تلبية نداء المرجعية، وجاءوا. مش راح يحصلون دماءهم يقدموها، مش راح يحصلون هنا؟
بهاي الهيمة وال 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 والظروف الصعبة. نعم. ما عندهم هؤلاء دافع. ذهبنا إلى الرمادي وحررناها وطلعنا، وذهبنا إلى صلاح الدين، وذهبنا إلى ديالة، واليوم فيها ذهبنا إلى هنا وجئنا إلى هنا لحررها، وباكر راح نطلع. ما عندنا أطماع في هذه المنطقة. نعم. ولذلك أنا كله بكل صراحة أتحدث معك، أنا معروف بالصراحة. نعم. كل من يدافع، كل من حاقد على الحشد الشعبي، يهين ويوجه الاتهامات إلى الحشد الشعبي، هذا أعتبره سياسي داعش ومشروع داعش. ولأن مشروع داعش الحشد الشعبي هو الذي أفشل هذا المشروع في بداية الأمر، الأجهزة الأمنية وصلت إلى الصفر، للجيش، للشرطة، لمكافحة الإجرام. بفضل الحشد انبنت روح المقاومة وروح القتال، بفضل الحشد عادت المعنويات اليوم إلى جيشنا الباسل وإلى شرطتنا وإلى مكافحة الإرهاب، بفضل الحشد. نعم. ولذلك اليوم الذين حاقدين على الحشد غير راضين عن الحشد هم عبارة عن سياسي داعش، وهم متأذين لأن مشروعهم الداعشي فشل. سيد هادي، لو تحدثنا عن الموصل، ونحن الآن إن شاء الله في بوادر حسم الموصل، بداية وجود الحشد الشعبي في الموصل، متى دخل الحشد الشعبي؟ وكما نعلم أنه أصبح الحشد الشعبي طبعا تعليمات وإصدار قانون من قبل رئيس الأركان ورئيس الوزراء حيدر العبادي قائد القوات المسلحة، بأنه يكون الحشد الشعبي ضمن منظومة الدفاع الوطني في الجيش العراقي. متى بدأ الحشد الشعبي دخوله في الموصل؟ وما هي الإمكانيات التي قدمها لأبناء لن أقول سوى إنكم أشقاء تدافعون عن بقعة من بقاع العراق؟ أولا بكل صراحة، الحج الشعبي منذ الأيام الأولى صدر به أمر ديواني من زمن النور المالكي. نعم. وصدر به أمر ديواني وتأسسه، ولذلك هو قوة قانونية لا يوجد عليها أي إشكال. والذي يشكل على على قانون على الحشد الشعبي المفروض يشكل على مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب قبل فترة أقل من قبل الحشد الشعبي بأيام يلا وافقوا على قانونه. نعم. فالذي يشكل على الحشد الشعبي المفروض يشكل على مكافحة الإرهاب. ولذلك الجماعة كانوا من اللي عندهم ما راضين على مكافحة الإرهاب، كانوا يشكلون على مكافحة الإرهاب، يقولون مكافحة الإرهاب غير قانونية. الحشد الشعبي منذ الأيام الأولى صدر به أمر ديواني. نعم. ثم صدر تشكيل قانون، شرع له قانون، مو رئيس وزراء. نعم. شرع له قانون من قبل البرلمان. نعم. اللي هو السلطة التشريعية في البلد. ولذلك اليوم احنا شرع لنا قانون، وليس الآن قرار من رئيس الوزراء، وإنما قانون شرع للحشد الشعبي. خلي أتحدث لك بكل صراحة عن معركة الموصل. نعم. معركة الموصل كان يعتقد الأمريكان أنها معركة سهلة، وهو التقدم من الشرق والهروب من الغرب. نعم. كان يعتقدون أنهم سوف تنطلق ضربات جوية، يتقدم الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب وبدعم أمريكي وبيشمرقة، ويتقدمون من الشرق والداعش راح تهرب باتجاه الغرب. هاي كانت الفكرة الأساسية مالت. وكان يعتقدون أنها سفر قريب، وكان يعتقدون ان المعركه ستحسم خلال اسابيع. لذلك خطط لها ان تكون يوم 17/10. نعم. بينما نحن كنا نصر على ان لا تكون عمليات الموصل، ان تكون عمليات الحويجه، لان الحويجه عمليات مؤثره على بغداد وعلى نعم. امن بغداد. ولكن الاصرار الامريكي ان تكون عمليات الموصل من اجل ان تكون ورقه رابحه في الانتخابات الامريكيه. نعم. وكان يعتقدون أنه مدة أسبوعين سيكون هناك حسماً عسكرياً كبيراً للموصل. في الموصل، وتستفيد من عدة سيدة كلينتون في الانتخابات الأمريكية. نعم. وفي البداية لم يكن يحبذون مشاركة الحشد الشعبي، وكان يعتقدون. لذلك معركة الموصل التي اعتقدت أنه سوف تكون معركة سريعة
وخاطفة وناجحة وأنه يوعد عنها الحج الشعبي. نعم. وين ودي الحج الشعبي؟ جيبوه خلوه مضيع ما خبرونا. بدأت العملية الله بعدين قالوا لنا إحنا إجينا بعملية سريعة أغلقنا الحدود باتجاه سوريا. نعم. ووصلنا إلى منطقة أحد المنافذ الأساسية التي دخلت منه داعش، منطقة تل زلط، غلقناها بشكل كامل. وبعدين تحدثنا مع دولة الإسلام ما هو المطلوب منا، قال روحوا باتجاه مطار تلافة. نعم. ابعادنا باتجاه الصحراء حتى يكون النصر في الموصل، في مدينة الموصل نصر بدون حشد. وأنه أمام الدنيا أمام الناس هذا أنه حشد حشد، لا، الموصل حسمت معركته بدون حشد. نعم. بدأت معركة الموصل، تأخرت موضوع حسم الساحل الأيسر بعد 3 أو 4 أشهر يلا حسم. نعم. بدأت معركة الساحل الأيمن، اليوم احنا بالشهر الثامن من معركة الموصل. نعم. أنا أتحدث، احنا أعطينا مهمات، فعلا استطعنا أن نسيطر على مطار تل أحفر، ثم أن نوصل تقدمنا إلى اتجاه البيشمركة، وبذلك استطعنا قطع كل الإمدادات التي تأتي من سوريا لداعش سواء إلى تل أحفر أو إلى الموصل. نعم. وانت تصوري أنه هذا العمل مال الحشد غير موجود، وأن الدعم لا زال مستمرا. هل يستطيع الجيش والأجهزة الأمنية حسم معركة الموصل بدون هذه المقدمات؟ لا طبعا، أكيد. لذلك بكل صراحة بقينا قمنا بعمل، قطعنا الحدود، وطلبنا من دولة رئيس الوزراء خلت تتزامن عملية تطهير تل أحفر مع عملية الموصل. نعم. بدأت بحجج واهية، الأتراك أنه ما يقبلون، خاف يصير لنا مشكلة مع تركيا، ما أدري شنو. أجلت الموضوع 4 أشهر، 20/12/2016 احنا غلقنا المنطقة بشكل كامل مع البيشمركة، وقطعنا كل إمدادات داعش، ورسبنا خط دفاعي باتجاه الغرب باتجاه القيروان والبدعاج، وتحملنا حملات لداعش وعمليات مستمرة لداعش من أجل كسر هذا الساتر والخندق والذهاب باتجاه دعم الدواعش في تل أحفر وفي الموصل. الحمد لله استطعنا أصبر 4 أشهر. إحنا اليوم بكرة دولة رئيس الوزراء يقبل، يوم ما يقبل، في حسب معركة تل أحفر. نعم. أخي شيء اتفقنا مع دولة الرئيس، وإذا أنت عندك فيتو إحنا مستعدين نشارك في معركة الموصل، وإحنا مستعدين أن نشارك في معركة تل أحفر، وإحنا مستعدين أن نشارك في معركة تحرير المنطقة بين تل أحفر وبين الموصل، ونحن مستعدين هم نتوجه للحدود بهذه الصحراء القاحلة للوصول إلى الحدود، لأنني كنت ولا زلت أعتقد إذا لم نغلق الحدود لا يمكن أن يستقر الأمن في العراق بدون السيطرة على الحدود وغلق الحدود، لا يمكن. نعم. دولة الرئيس ما وافق أن نذهب باتجاه الحدود، والحمد لله الله سبحانه وتعالى معركة الحضر، أن نبدأ بها من الحضر، معركة الحضر حسمت خلال 3 أيام، شباب أخذوا لهم كم يوم راحة وبدأنا المعركة. الآن المعركة تقريبا راح تحاول أن تكون في اليوم تقريبا في حدود 29 يوم إلى المعركة. بكرة يكون يوم 29 اليوم 28 بكرة 29، وأعتقد أنه المعركة تقريبا وصلت إلى نهايتها في هذه الأيام، واستطعنا الشكر لله من تحرير هذه المنطقة بالكامل. وهاي مساهمة، وأقول بكل صراحة لولا هذه المساهمة لم تستطع الجيش العراقي ولا الشرطة، وكانت تعقيدات المعركة أكبر، لأصبحت التقدم القوات العراقية في الموصل أصعب. والآن هم أقول بكل صراحة إبعاد الحشد عن معركة الموصل جعل من معركة الموصل قاسية طويلة، خسائر مادية كبيرة، خسائر بشرية كبيرة، تضحية بالمدنيين وبالأجهزة الأمنية، هذه عدم. بينما في كل المعارك اللي عملنا مشتركا حشد جيش شرطة مكافحة الإرهاب يكون النصر سريعا وكبيرا وبأقل ما يكون من الخسائر.
لذلك اليوم نعم المرأة اليوم يقول إن شاء الله تحسم المعركة وقطعا ستحسم، بس مرة تحسم بأقل ما يمكن من الخسائر ومرة تحسم بخسائر كبيرة من الشباب العراقي. لذلك أنا أقول إبعاد اليوم كل من أبعد الحشد عن المشاركة في معركة الموصل بكل صراحة يتحمل الدماء التي تسفك اليوم. نعم سيد هادي العامري، أتابع معك الحديث ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. سلامتكم. الله يسلمكم ويعافيكم. منين جايين؟ من مجمع الحمدانية. طيب مين حرككم؟ والله الحشد الشعبي. نعم. كيف كان التعامل معهم؟ يعني كيف عملوكم؟ حيل تعامل زين، يعني حيل زين، بس شنو ماكو يعني خدمات نريد شوية. جماعتنا اللي انتخبناهم عبد الله عبد الرحيم، أحمد المدلول، يعني تركونا هيك وراحوا. مع الأسف والله انتخبناهم. اول شيء انا ما بعرف شو بدي جاوبك بهي الشيء اللي انت حكيته. الحقيقه هو في كثير يعني لوم على المسؤولين، انه يعني ما بدنا ندخل بتفاصيل كثير يعني، بس ان شاء الله نحن بنقدر هلا من خلال القناه تبعنا احنا قناه الموصليه انه نحن نوجه هي المعاناه لكل حدا مسؤول عم بيشوفنا. وانتم اي شيء بدكم اياه احكوا، يعني بدون ما تخافوا من اي شيء. عندهم ضمير يعني لازم يتلقوا لنا شويه من مساعدات، اطفال اطفال والله العظيم اطفال هاي تمرضت عندنا. بدي اعرف قد ايه صار لك انت هون؟ والله اليوم صار لنا يعني اليوم يعني من هيك على الجزيره ويلا حررونا الحشد والحمد لله يعني. من جينا هين يعني صار لنا يومين، ولادنا مرضى مو لا حليب ولا حفاضات كرمين ولا شيء يعني بناب. لو سالتك على شغله، الحشد الشعبي دائما في عليه اشارات استفهام كثيره، بانه هن بيتعاملوا مع خاصه موضوع النازحين اللي جايين من الموصل معامله سيئه، هل هذا الكلام صحيح؟ لا لا بالعكس، لا والله ما قصروا، جزاهم خير واعطاهم العافيه. لا بالله ابدا، يعني ما صار معك اي شيء؟ لا لا بالعكس، لا بالله، لا جزاهم خير يعني ما قصروا معانا، يعني يعطونا مساعدات يعني ما قصروا الحمد لله. حد الان ما قصروا معانا. طيب هلا انت يمكن عندك ابنك يمكن بده حليب او اي شيء؟ اي والله لازم. اي شو بتشربي؟ والله حليب بشربه هاي الكياس. مين عطاك اياها؟ والله شريناها قبل ما نجي وسا والله حتى ما ضل عندنا يعني. هلا ما عندك حليب؟ والله ضل عندي يمكن كيسين بس. وانتم صار لكم اسبوع نايمين هون بهذا المكان؟ والله متنقلين من مكان لمكان، يلا اليوم توصلنا هنا. وعلى أساس وجهنا كذا وسياراتنا تعطلت يعني ونوب يعني. وراح تضلوا بهذا الحر؟ والله ما عرفت شو حسب ياسين رب العالمين. طلعنا يلا طلعنا من مين طلعكم؟ والله الحشد الله يسلمهم ويعافيهم. كيف كانت معاملته معك؟ والله ما شاء الله عليهم زينين. قدموا لكم مساعدات؟ اي والله الحمد لله. يعني انا ما بعرف شو بدي احكي لك، بس بكفي هي نومه اي والله تبهدلنا حيل الجهال، والله الجهال تبهدلوا حيل، والعاد احنا نستحمل الجهال خطيه تبهدلوا حيل. ان شاء الله نحن رح نحاول قدر الامكان انه نحن نساعدكم يوصل صوتكم او الناس تشوفكم لحتى نلاقي لكم ان شاء الله هيك
بأعرف فرصة مكان تعدوا فيه. والله كريم. وبالنسبة سواء كان القوات العراقية أو الحشد الشعبي يعني اللي بيقدروا عليه عم يعملوه. والله كريم. سلم على أهلي بدوك وإن شاء الله إحنا بخير. إن شاء الله يا ستي، إن شاء الله ترجعوا على بيوتكم إن شاء الله، وما تبقوا ولا حتى بأماكن مخيمات، لأنه أنتوا بالنتيجة ضيوف مو نازل. كريم الله يعافيك. شكراً كثير لأنكم، شكراً كثير. وهدي سلام للموصلية، يعطيهم العافية. الله يعافيك. شكراً 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 كثير. قديش عمرك؟ مدري. ما بتعرف؟ 10 سنين. طب أنت بالمدرسة؟ لا. طب ما بتمنى تروح للمدرسة؟ الوقت. والله عن جد؟ شو بتتمنى انه انت تكون بس تكبر؟ اكون مثل هذا، مثل مصطفى؟ بدك تكون مصور؟ طيب يعني بس تصير مصور بترضى تشتغل معي؟ مدري. يعني مثلا بترضى انا اكون مثلا المذيعة وانت المصور تبعي تبع البرنامج؟ ايه. اها طيب، وبلكي ما صورتني منيح، شو بعمل انا ساعتها؟ انا ادري دكتوريني. لا اكيد ما قلت لك، اكيد ما قلت لك، لانه انت طالما عندك هاي الموهبه معناته اكيد حتصير حلو يعني. صح ولا لا؟ صحيح. طيب هلا انت قد ايه صار لك هون؟ ها؟ قد ايه صار لك هون هلا؟ ثلاث ايام. صار لك قد ايام؟ قد ايه صار لك عم تمشي؟ ما قاعد امشي بالسياره. ايه، وبعدين رح تمشي هذا الطريق الطويل؟ ما ادري والله. يلا هات ايدك حبيبي. شكرا. مشاهدينا عدنا لمتابعة الحديث مع القيادي في الحشد الشعبي السيد هادي العامري، مرحبا بك مرة ثانية سيدي الكريم. أستاذ هادي، حقيقة هناك الكثير من الأسئلة يعني عم بتخيلها أو حابة أسألك إياها، ولكن نحن بنعرف بشهر رمضان وأنت حضرتك صايم بتكون متعة، فما بدي أرهقك كثير بالحديث، لكن يعني أنا من الأشخاص يلي في الحقيقة كان لدي الفضول الكبير حتى أعرف تفاصيل كثيرة عن الحشد الشعبي. عندما أتحدث عن هادي العامري أتحدث عن وزير كان في الدولة العراقية سياسي، ومن ثم أصبح أحد أبرز القياديين للحشد الشعبي عسكريا. الربط السياسي والعسكري صعب كتير بتخيل، كيف استطاع هادي العامري الربط بين السياسة وإدارة الحشد الشعبي عسكريا؟ أعتقد أنه هي يعني مهمة كتير صعبة. خلفية هادي العامري هي خلفية جهادية، الحج العامري هو كان أحد المجاهدين في وجه النظام الصدامي، وحملنا السلاح أكثر من 20 عام وقاتلنا النظام اعتقادا منا أن هذا النظام ظالم متسلط على رقاب الشعب العراقي ويجب أن نقاتله. نعم. وقاتلناه في الوقت الذي كان الجميع يصفق له. نعم. قاتلناه عندما كانت كل هذه الدول تدعمه دعم مطلق. قاتلناه عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه دعم مطلق، والاتحاد السوفيتي يدعمه دعم مطلق، ولذلك نحن خلفيتنا جهادية. نعم جهادية سياسية. بعد الانتصار، بعد الذي سقوط النظام، أنا أحد قادة الكتل السياسية، يعني كتلة برلمانية عندي، ووزيرا كنت. نعم. عندما احتلت داعش العراق ما شفت بعد معنى للوزارة أن أكون وزيرا وبلدي محتل من قبل عصابات العراقية. وأعتقد أنه عرض عليك أكثر من وزارة بعد، كنت وزير للنقل. أنا كنت وزير للنقل وتركت وزارة النقل. نعم. وفي مجلس الوزراء أنا طرحت مع دولة الرئيس الوزراء موجود وكل الأخوان وزراء، قلت له أنا ما أتحمل بعد أبقى بمجلس الوزراء وداعش بأي لحظة من اللحظات السقط حتى بغداد. نعم. أنا راح أذهب وإلى ديالة اللي أستطيع أن أعمل به. وفضلت الجهاد. نعم ممكن، يعني أنا ما أشوف معنى إلى
انه انا ابقى وزير ومعالي الوزير وبلدي محتل، ممكن يعني. وبكل صراحه انا اتحدث، لولا فتوى المرجعيه ولولا تلبيه الشعب العراقي لهذه الفتوى ولولا فصائل المقاومه اللي استطاعت ان تنظم هذا الشباب الذي تلبى نداء المرجعيه، انا اعتقد العراق كان في خبر اخر، وكان في خبر كان يعني صدقيني لسقطت بغداد وسيطر داعش على كل العراق، وعند سقوط العراق سوف لن يقف امامه سد. دول الخليج كلها كانت الان مسيطر عليها داعش بشكل كامل. نعم. فتوى المرجعيه هي التي منعت التدهور، وهي التي منعت من سقوط العراق وسقوط وتوسع داعش في المنطقه. لذلك انا شخصيا ابدا ما اشوف يعني انا تكلفت اجيت من الوضع السياسي، انا من الوضع الجهادي الى الوضع السياسي. نعم. ومن الوضع السياسي هي معمليه الى عمل الطبيعي معقده شوي، من الجهاد للسياسي بعدين السياسي الجهاد للعمليات العسكريه. الجهاد اسهل من السياسه، السياسه كلها لف ودوران ونتحدث شيء ونقصد شيء وفي قلبنا شيء وفي تفكيرنا شيء. الجهاد واضح، عدو واضح تقاتله. سياسه يعني ان تعمل مع من تحب ومع من لن لا تحب. في العمل الجهاد تعمل مع تحب هؤلاء الشباب المخلص الذين لبوا نداء المرجعيه، مع الجيش، مع الشرطه، دول الناس الفدائيين اللي جايين يدافعون عن بلدهم، ولذلك العمل معهم اسهل بكثير من العمل مع السياسيين. يعني هلا لو انتهى داعش، لو انتهى داعش هلا من العراق وطلع من أعود ان شاء الله اعود الى عملي تعود الى تعود يعني. الى الوزاره؟ لا ما انتهيت بعد الوزاره، الوزاره انتهت وتشكلت. يعني لو طلب منك انه هلا تستلم تكون وزير؟ طلبوا من عندي ان اكون وزيرا بعد انتهاء داعش مثلا، من الممكن ان تعود الى العمليه السياسيه؟ لا ارجع للعمليه السياسيه، انا برلماني، انا الان نائب بالبرلمان. نعم. لا زلت نائب بالبرلمان. اعلم ذلك. قد اعود الى البرلمان واعمل نائب بالبرلمان، احب العمل البرلماني اكثر من الحكومي. ليش؟ البرلمان بكل صراحه، العراق نظام برلماني. نعم. فعلا اذا استطعنا ان نبني برلمان قوي نستطيع ان نبني العراق. نعم. يعني بناء برلمان قوي منسجم عنده افكار، عنده اطروحات، عنده تصور لعمليه البناء، انا اعتقد الحكومه ممكن ان اداره الحكومه من خلال البرلمان. نعم. ولا ان ننظر الى الحكومه بانها عدو، البرلمانيين يعتبر الحكومه كانه ند له، الحكومه ليس ند. الحكومه هي تشكلت بقرار البرلمان. نعم. ويجب على البرلمان ان نعم ان يراقب عمل الحكومه وان يعضد عمل الحكومة وأن يوجه عمل الحكومة، يرشد عمل الحكومة، مو يصير ضد. إذا صار ضد وند ممكن أن تعمل الحكومة. لذلك أنا يعني بكل صراحة جدا متفهم من العمل البرلماني وحريص أن أكون أحد البرلمانيين في البرلمان. نعم. سيد الكريم، الخلافات والنزاعات السياسية الموجودة الآن في العراق أو ما نشاهد ما يجري حقيقة من يعني أشياء مؤلمة في العراق، والعراق أصبح جراحه كثيرة، لا يوجد حتى مكان لثقبها، يعني جرح مفتوح ما فيك تسكره. الخلافات السياسية، الأحزاب، النزاعات، السياسات المتعددة عم يدفع ثمنها كثير من المدنيين، من بغداد لحد الموصل لحد الأنبار لحد صلاح الدين. إلى متى يبقى العراق هكذا؟ هذا جيد. أولا الخلافات السياسية موجودة في كل دول العالم. نعم. هاي الولايات المتحدة اللي الديمقراطية عدت في حدود 200 وكسور سنة أو 300 سنة، من 2000 كحد الأدنى 200 سنة من اللي صارت. فالولايات المتحدة الأمريكية الآن شوف أثناء العملية الانتخابية حكي قاسي أحدهم على الآخر. نعم. جمهوريين يحشون حكي قاسي عندهم، الديمقراطيين يحشون حكي قاسي على الأمريكي. في كل الدول هاي الفرنسيين البريطانيين، القضية الأساسية أنه في الأنظمة الديمقراطية هذا الصراع موجود. نعم. الصراع بين الأحزاب موجود في كل دول العالم ليس في العراق. نعم في العراق
نظام هناك فجوة كبيرة بالعراق، نظام دكتاتوري متسلط على رقاب الشعب العراقي. فجأة الشعب العراقي يتخلص من هذا النظام الدكتاتوري ويذهب إلى الديمقراطية. جرائد متعددة، قبل جرائد فقط جرائد الحزب البعث، نعم، مجلات فقط مجلات حزب البعث، تلفزيون قناة قناتين فقط مع الحزب البعث، نعم. اليوم يجي الإنسان فكرا رأسا للديمقراطية، تصير ديمقراطية، عشرات الصحف، عشرات المجلات، عشرات الفضائيات، نعم، بهالسرعة، بالإضافة إلى التطور الكبير في الوضع التواصل الاجتماعي الإلكتروني سواء كان الفيسبوك أو غيره. أمام هذا التطور طبيعي يصير خلاف، يعني هذا الخلافات. لذلك أنا أعتقد الخلافات اليوم في العراق ليس التضخيم إلها أكبر من اللازم، هي الطبيعية. كل الدول التي مرت بهذه التجارب الانتقال من النظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي يمر بما مر به العراق اليوم. طيب والتفجيرات اللي عم تحصل؟ أنا أتحدث هو أنا أقول خلافات سياسية طبيعية اليوم موجودة ما كانت موجودة، والخلافات السياسية اليوم الحالية الموجودة أنا أعتبرها جدا طبيعية مع هذه الحرية والديمقراطية، وإحنا فعلا ما نريد نكون بالأفواه. نعم، إذا نريد نبني نظام ديمقراطي نعطي مجال، نعم، كم الأفواه ضده. نعم، ولذلك أنا أعتقد ما يحصل في العراق وهو عملية يعني تحول تدريجي. هاي بالتدريج، يعني احنا جينا لقانون الانتخابات، اذا سوينا قانون انتخابات مثل ما موجود في تركيا وغير تركيا، الاحزاب التي لا تحقق نسبة معينة ما نريد اصواتها، ما تفوز. نعم، بالتدريج راح تنحصر الاحزاب وتكون احزاب كبيرة، ومثل ما موجود في حزبين ثلاثة اربعة هي اللي تتنافس، بذلك راح يقل هذا الصراع اللي موجود. أنا أتحدث معي بصراحة، هذا الصراع كثير من عنده هو صراع إيديولوجي، صراع مع شديد الأسف إجت داعش، إجت القاعدة قبلها، أدلجت أنه أكو هذا الصراع الطائفي السني الشيعي، نعم، بين السنة والشيعة، العرقي، كرد، عرب، تركمان، آشوريين، ولذا هذا الأدلجته صعبة. نعم، لذلك أنا أعتقد اليوم الشعب العراقي شعب منفتح ما عنده هذا التطرف، أملنا كبير نعود إلى حياتنا الطبيعية التي كنا نعيشها سابقا، ونعيش كلنا كسنة شيعة مسلمين مسيحيين عربا كردا تركمان آشورونيين شبك إيزديين. في النهاية أنتم عراقيين، كعراقيين تجمعنا عنوان العراق، هذا اللي يجمعنا. هذا أنا في رأيي سنبذل الجهد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما الفرس فيمكث في الأرض. هذا بالتأكيد أنا معتقد راح نروح بهذا الاتجاه. أنا اليوم سياسيا عندهم خلافات، أنا سعيد جدا أنه اليوم من أجي إلى بعض المناطق وكان عندي تصورات خاطئة تجاه هذه المناطق، سواء في ديالة، صلاح الدين، بالأنبار، بنينوى. اليوم أهل يعني أهل الموصل أو أهل صلاح الدين هم ناس عراقيون يسعون بكل ما لديهم للمحافظة على وحدة العراق، كرامة العراق، سيادة العراق. هذا المفرح، يعني مو مثل ما السياسي يحكي لك بعض الأشكال بما ينفع مصالحه وتتحقق مصالحه. اليوم الشعب العراقي بالتدريج رب ضارة نافعة، ما حصل من تجربة داعش ستجعل الجميع يقتنع لا حل إلا بوحدة الكلمة ورص الصفوف والمحافظة على وحدة العراق وسيادة العراق وكرامة العراق. السيد هادي العامري، أتابع معك الحديث ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. مشاهدينا عدنا لمتابعة الجزء الأخير من برنامج بالخط العريض، وضيفي السيد هادي العامري أحد أبرز القياديين في الحشد الشعبي. مرحبا بك للمرة الأخيرة طبعا في القسم الأخير من البرنامج. سيد هادي، اليوم أنا بحلقتي الحقيقة عادة أنا بأخذ ملف الموصل تحديدا يعني، لكن أنا بوجودي اليوم بالمحور تبعك حبيت أجمع كتير أشياء
ليس فقط عن الموصل لكن جمع معلومات كافية عن العراق بشكل عام. هلأ رح نجي لموضوع ملف الموصل. الساحل الأيمن كان الحشد له دور كبير في بداية تحرير الساحل الأيمن. الحشد الشعبي ماذا قدم لأهالي الموصل وتحديداً طبعاً النازحين الفارين من أيادي داعش؟ والله أنا ما أستطيع أن أتحدث عنها آني، بس الناس يعني إحنا من المرجعية الدينية بنفس الروحية اللي طلبت أنه أن نأتي وأن ندافع، هي نفسها طلبت المرجعية الدينية أنه أن نقدم الإمكانات ما ممكن، يعني خاطبت الشعب. طبعا الشعب العراقي شعب يعني وكان أبي وسخي، ولذلك الآن كثير من التبرعات تصل إلى قوات الحشد، وكثير من التبرعات وصلت إلى الأخوان أثناء نزوحهم الجماعي بشكل كبير من الساحل الأيمن. اليوم إحنا هاي في هذا القاطع أكثر من 30,000 نازح استقبلنا ونقلناهم. اليوم قسم من النازحين أنا ما قبلت يطلعون خارج المنطقة، وجعلتهم في نفس المنطقة ونفس القرى، لأن وين نوديهم؟ قضية صعوبة، زرعهم وحيواناتهم وضعيتهم، والآن إحنا مشغولين في تأمين ولو الاحتياجات الضرورية، وتحدثت مع الأجهزة الحكومية في ضرورة تأمين الحاجات الضرورية خصوصا المي. كثير من إحنا عرضنا شبابنا إلى الخطر من أجل تفكيك العبوات اللي ملغمة، أغلب البيوت ملغمة ومفخخة، ولذلك شبابنا ما يعني ساهموا مساهمة كبيرة في تفكيك هذه العبوات. قمنا بعملية تطهير للطرق والشوارع التي ملئت بالعبوات من قبل الدواعش. نعم. يعني احنا قدمنا اليوم مشغولين جدا، وتحدثنا مع محافظ نينوى في موضوع مد طرق لبعض المجمعات السكنية من أجل أن تكون طرق سالكة، الطرق ما ترابية مزعجة، حتى احنا إذا أريد فعلا أن نتواجد في هذه المنطقة لا يمكن أن نتواجد بدون هذه الطرق. لذلك الحج الشعبي رغم قلة الإمكانات أنا أعتقد ساهمة ولو مساهمة يعني بسيطة في دعم النازحين، وأنا أعتقد هذا ليس منة منا، بل واجب علينا اتجاه أهلنا وأخواننا وشعبنا العزيز. سيد هادي، لو تكلمت معك بكل صراحة ومن خلال برنامجي ومن خلال شاشة الموصلية التي سيتابعك الكثير من أهالي الموصل، كيف ترى مستقبل الموصل؟ والله أنا مستقبل الموصل جدا يعني مطمئن إليه. أكو مؤامرات بس ولت وسوف لن تعود. هؤلاء الذين كانوا يتحدثون ما بعد داعش وكان يصورون صورة مأساوية وسوداوية في ذهن المواطن الموصلي ما بعد داعش، هؤلاء أصحاب المشاريع، مشاريع الأقاليم أو مشاريع التقسيم، هذول يريدوا يجعلون أهل الموصل تعالوا يخلوهم في حالة ظلامية من أجل كيف أنه يوافقون بأي مشروع هم أصحاب المشاريع أنه يحاولون يفرضوه على أهل الموصل. أنا أعتقد أصحاب المشاريع فشلت مشاريعهم، ستبقى الموصل موحدة عزيزة كريمة، جزء من العراق لا يمكن أن تنفصل من العراق، وسيبقى العراق موحدا عزيزا مقتدرا كريما. ولذلك كل هؤلاء الذين كان يخوفوننا ما بعد داعش، وكأن الصورة ما بعد داعش صورة مأساوية أكثر، لا توجد صورة مأساوية يعيشها المواطن العراقي مثل صورة التواجد الداعشي. نعم. ولذلك أي حالة بعد داعش هي حالة أفضل. نعم. اللي يفكروا مشاريع تقسيم ولت هذه مشاريع التقسيم، ستبقى أنا أعتقد جدا مطمئن إلى مستقبل الموصل، ومطمئن إلى الحياة الكريمة للمواطن الموصلي، وأعتقد البضارة النافعة، وأعتقد أنه هذا التجربة المرة التي عشناها مع داعش وعاشها المواطن الموصلي مع داعش راح تجعله عنده أكثر تحصيناً ضد أي المجاميع إرهابية تكفيرية أخرى قد تأتي ما بعد داعش. لذلك أنا أعتقد ما حصل رب ضارة نافعة، الخير فيما وقع،
انه فعلا راح يجعل اهل الموصل موحدين بموقف واحد ضد كل التطرف، خصوصا اهل الموصل معروفين ما عندهم تطرف. نعم، قد اقول بعض المحافظات بها تطرف، ولكن اهل الموصل معروفين بالاعتدال وبالتسامح، وهذا اللي اتوقع الى مستقبل الموصل. مستقبل الموصل زاهر واعد، تعيش الموصل ان شاء الله اعمارها بعد تحريرها من شر الدواعش. ونحن شاهدناك الحقيقه بالفتره الاخيره تواجدك كبير في الساحل الايمن للموصل، والتعاون مع قوات الجيش العراقي، ووجود الحشد الشعبي في المناطق التي يتم تحريرها، وجود الشباب الموجودين عندك. الحقيقه اللي انا يعني شاهدتهم انه حتى كانوا عم يطبخوا يقدموا يعني الاكل للناس اللي طالعين من المناطق المحرره، حتى يساعدون انه هن ينتقلوا لاماكن ثانيه. فكان لكم بصمه ووجود حقيقي في من بدايه تحرير الساحل الايمن. السؤال الاخير سيدي الكريم اللي حاختم فيه الحلقه، الان دوركم انتم كحشد شعبي وكمواطنين عراقيين قبل كل ذلك، انه حمايه الشريط الحدودي بين الدولتين الشقيقتين سوريا والعراق، والتي انتم وكل العراقيين عليكم حمايه هذا الشريط من توغل داعش مره ثانيه على البلدين. انا اعتقد بكل صراحه كل ما جاءنا من مأساة، هذه المأساة المرة اللي احنا الان نعيش الذكرى السنوية الثالثة لها. نعم. 9/6 التي سقطت الموصل، هذا اليوم السوداوي في تاريخنا يعني وفي تاريخ العراق. اليوم نحن نعيش الذكرى السنوية الثالثة، الحمد لله تقدمنا كثيرا، وصلنا الى الحدود. ليس من الصدف ان يكون عملية رجوع الدواعش، هروب الدواعش من الموصل في الأيام التي دخلوا بها، دخل يوم 4 و5 و6، هروبهم من العراق من هذه المناطق يوم 4 و5 و6 ليس صدفة. في الأيام التي دخلوا هربوا من هذا. إحنا سعداء جدا، إحنا نعتقد أنه لا يمكن أن يستقر الأمن في العراق بدون السيطرة على الحدود العراقية السورية بشكل كامل. بدأنا بالخطوة الأولى وهو تحرير منطقة أم جريص جنوبا 50 كيلومتر إلى جنوب أم جريص، وهي هاي المنطقة المهمة اللي عندها تواصل مع هذا المجمعات السكنية في البعاج والخيروان، وهذه المنطقة جنوبا راح تكون منطقة صحراوية. لذلك احنا هذا نخلق الحدود الى امل انه نكمل الحدود. مهمتنا السيطرة على الحدود العراقية السورية من ربيعة الى الوليد، هذا في حدود يتجاوز 500 كيلومتر، مهمتنا الأساسية المحافظة عليه، غلق الحدود، عمل سواتر وخنادق بحيث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم، عدم دخول داعش مرة ثانية. سيد هادي، لو طلبت من حضرتك أن توجه كلمة لمتابعيك من أهالي الموصل، ماذا تقول لهم؟ أنا أقول إلى أهلي في الموصل، لكل المواطنين، لكل مكونات أهل الموصل أيا كان، عربي، كردي، تركماني، آشوري، يزدي، مسلم، مسيحي، سني، شيعي، أقول لهم توحدوا، وحدتنا سننتصر إن شاء الله. ولا تسمعون إلى كل الإشاعات والدعايات المغرضة اللي تحاول تفتت وحدتنا. قوتنا وحدتنا، وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله. وأمننا كبير بالله سبحانه وتعالى أن تعود الموصل قوية عزيزة مقتدرة وفيها كل الاقتدار والازدهار إن شاء الله، والأمن والاستقرار. أنا متفائل إن شاء الله جدا، وأملي وطيد بأهلي في الموصل أن يكون لهم حياة حرة كريمة كما يستحقوها. سيدي الكريم، شكرا جزيلا لاستضافتك لنا اليوم. نتمنى الاستقرار والأمان للعراق ولأهالي الموصل وللبلد القريبة مع الحدود العراقية، هي بلدي سوريا، إن شاء الله أن يعم فيها الأمن والأمان.
مستقر متأكد إن شاء الله يعود الأمن والاستقرار إلى سوريا إن شاء الله إن شاء الله. وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ينفعنا قطعا سيعود الاستقرار إلى سوريا قطعا إن شاء الله إن شاء الله. سيد هادي العامري أحد أبرز القياديين في الحشد الشعبي، كنت ضيفا عزيزا جدا في برنامج بالخط العريض، وأنا بتشكرك مرة ثانية لاستضافتك لي ولإتاحة الفرصة لأهالي الموصل أن يشاهدوك بوقت طويل اليوم، أنه حكيت عن الموصل بشكل يعني صريح، وهذا الشيء أنا كنت متوقعة أنك أنت رح تحكي بكل أريحية ورحابة صدر. شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ولكل أبطالك ورجال وشباب الحشد الشعبي ورجال العراق أن يعودوا إلى ديارهم آمنين سالمين إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا شكرا 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 جزيلا. مشاهدينا الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.